لاباتكم كل شيء بخير، كي دوزتوا العيد وكي دوزتوا العطله مع الوليدات، يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه بصراحه اللي فاجاتني بزاف بالمفعول ديالها، لان هي مديوره على واحد المفعول وفي التالي ولات عاطيه مفعول اخر، يعني تصدمت بصراحه من المفعول ديالها. هذه الوصفه هذه استعملتها الاخت ديالي، هذه الوصفه هي في الاساس ديال نفخ الخدود، فيها كيف ما كتشوفوا معايا فيها الزبيب وفيها مايزينا. المهم نخليكم دابا مع الطريقه وعاد غادي نقول لكم شنو المفعول اللي عطاتنا، بقاو معايا حتى الاخير. غادي ناخذوا كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هنايا كيف ما قلت لكم الزبيب، غادي ناخذوا هاد الكاس، كاس قياس ديال الكاس العنبه، غادي نديروا النص ديالو ونديروا فيه الزبيب وغادي نعمروا عليه بالماء حتى يعمر الكاس كامل بالماء. ها هو كيف ما كتشوفوا هنايا عمرت عليه كله بالماء، غادي نغطيه. هذا ملي عمرنا عليه دابا خدينا نص كاس كيما قلت لكم ديال الزبيب عمرت عليه بالماء، كنغطيه بحال هكا بشي طبسيل ولا شي غلاقه ولا هذا، وكنخليوه ليله كامله كيختمر. مثلا غديروه في الليل ولا غد ليه في الصباح عاد غادي تستعملوا الوصفه. انا ديجا درتو البارح يعني باش ما نتعطلش عليكم. ها هو ديجا عندي هنايا، هو هذا كيف ما كتشوفوا، ها هو شتو الزبيب قداش تنفخ، خليته انا من البارح وانا مصوبه. غناخذوا هذا الزبيب هذا اللي ترقد بهذا الماء، غادي نطحنوه بالماء ديالو، ما غادي نقصوا منه حتى شي حاجه، كيف ما هويا كيف ما خليته من البارح في الليل اليوم غادي نطحنوه. خليكم معايا انا نطحنوه ونرجع لكم. على هذا الشكل هذا كناخذ منه معلقه كبيره، وهذا الشيء اللي بقى ليا كنديرو في واحد القرعه ديال الزاج ونخليه في الثلاجه. ما تيخسرش يعني، يبقى واحد المده ديال اسبوع ما غاديش يخسر، لانه الزبيب كل ما اختمر كل ما كيعطي فعاليه اكثر. وغادي ناخذ معلقه صغيره من مايزينا، مايزينا انا ما تنخليهاش في هذه الكرتونه ديالها، كنديرها حتى هي في قرعه الزاج، يعني كما عارفين الزاج كيحافظ على اي حاجه تنديروها فيه كيحافظ عليها. كنخلطوها على هذا الشكل هذا، كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي ما يكونش عاقد بزاف، الجهد اللي يقدر نقدروا نطبقوه على الخدود ديالنا. بالنسبه للمفعول العجيب ديال هذه الوصفه، وهي انها كتحيد ليطاش، انا اختي ملي دارتها على اساس نفخ الخدود، لان هذه الوصفه هي هذا هو المفعول ديالها الاساسي هو نفخ الخدود، هي عندها واحد الطاش في الوجه ديالها، ولاحظت بانها من حدها وهي كدير الوصفه كديرها يوميا، من حدها وهي كدير الوصفه والطاش كتحيد، داكشي علاش اكتشفنا بانها راها كتحيد حتى ليطاش. وكونوا اكيدين وبلا ما نحلف ليكم راها فعاله بزاف، غير جربوها وردوا عليا الخبر. المهم كناخذوا هذا الخليط اللي خلطنا كامل، كنديروا ماشي نديروا النص ديالو النص اللوحو، هذه المعلقه كبيره ديال الزبيب ومعلقه صغيره ديال مايزينا كله نديروه، كناخذوا بحال هكا تنهزوا تنديروا في على الوجه ديالنا بهذه الطريقه، هذه كنديروا وكنماصيو، كنديروا غير الخدود فقط، كتماسي كتماسي وكتعاودي تهزي تاني من الخليط وكتبقاي تماسي، كتبقاي ديري بحال هكا بهذا المساج بحركه دائريه حتى كتكملي الخليط كامل، وكتخليه حتى ينشف
واحد المده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وكنغسلوه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وجربوها وردوا عليا الخبر. وما تنساوش كيف العاده اللي مازال ما اشتركت معايا في القناه تشترك، مرحبا بها، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه.